great day. في فيديو اليوم زي ما انتوا عارفين انا احب اعمل اشياء بحجم كبيره، فمثلا عملت اكبر كب كيك، اكبر قطعه شوكولاته، اكبر قطعه بيتزا، اكبر ايس كريم. ولكن في فيديو اليوم حعمل اكبر قطعه دجاج في العالم صنعها في المنزل. هذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم. خلونا نبدا الفيديو. عشان نعمل قطعة الدجاج العملاق حنحتاج حاجتين. أول حاجة نحتاجها هو كمية كبيرة من الدجاج، والثاني حاجة نحتاجها هو عظم عملاق. يس، عظم عملاق. فهنضطر إنه نروح السوق. رحت للسوبر ماركت العربي ولقيت الدجاج حلال، فأخذت كمية كبيرة. ولكن بالنسبة لعظمة الدجاج فكرت وبحثت على ايش ممكن استخدم عشان اعمل عظام للدجاج العملاق. فكنت بفكر كيف ممكن اصنع عظمة. وبعد تفكير عميق جت لي فكرة. الدجاج عصفور صغير، ولو فكرنا ايش من عصفور حجمه كبير. حاعطيكم 3 ثواني عشان تكتبوا الجواب تحت في التعليقات. 1 2 3 النعامة. فبدل ما احاول اصنع عظمة لانه مستحيل اقدر اعملها، قررت اني ابحث عن عظمة رجل النعامة، وما كانش سهل اني الاقيه، بس الحمد لله لقيته واشتريت 3 منهم. بالاضافة الى الدجاج قررت اني اعمل كمية كبيرة من رز البرياني عشان تكون وجبة كاملة، يعني رز مع دجاج. الجزء الاول هو انه نعمل الدجاج. غسلت الدجاج، الان احنا جاهزين انه نحط الدجاج مع البهارات وبعدين نصنع الدجاج العملاق. بسم الله. وات ساعدوني. جايز، هذا السر بيني وبينكم، اول مره اطبخ دجاج مطحون. حنحط ملح، ما اعرف شو الكميه بالضبط، اوكي، بس حنحط ملح. بعد الملح حنحط شوية بابريكا. بيحطوا بابريكا على الدجاج؟ معرفش. حنحط كمون، حنحط كمان ثوم، فلفل أسود. بعد كذا حنحط بيكنج سودا. مش عارفة لو اللي أنا بعمله صح ولا لا، بس البيكنج سودا هو اللي حيخليه يمسك على العظام. والآن حنبدأ نخلط 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 نخلط. واو. استوعبت ان الكميه اللي عملتها ما راح تكفي، في احتمال اني هحتاج كميه اكبر من كذا، فرحت السوق مره ثانيه واشتريت كل الدجاج اللي عندهم. خلصت عليهم الدجاج. عندنا هنا 3 قطع من عظام رجل النعامة. أيوة نعامة. لما رحت السوق ما لقيت عظام حجم كبير إلا رجل النعامة. حسب شعور غريب وأنا ماسكة عظام رجل النعامة. خلوني أخذ أكبر واحد ونبدأ فيه. لا مش هذا. Oh my god، مش مصدقة إن أنا ماسكة رجل عظام النعامة. رجل عظام، عظام رجل النعامة؟ ها؟ رجل عظام النعامة؟ عظمة رجل النعامة؟ المهم، لو حابين تعرفوا كيف لقيت العظمة هذه اكتبوا لي بالتعليقات وانا حشرح لكم ايش اللي حصل. بس ما كان سهل، اخذني وقت عشان الاقي العظمة هذه. اللي المفروض نسويه الان هو نحط الدجاج على العظام. هحط طبقة من الدجاج، حنحط العظام وحنغطي قطعة العظام بالدجاج. الله 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 الله. جايز حاسه ان انا طباخه. الان حنغطيه وحنحطه بالفريزر عشان يجمد ويحافظ على شكله. وكذا خلصنا من اول واحد، فاضل لنا 2. اوكي هنحط العظام. آخر واحد.
اوكي فكذا خلصنا اخر واحد، الان حنحطهم في الثلاجة. يما حطيته في الثلاجة لمدة 24 ساعة عشان يمسك الشكل كويس. الآن خلونا نعمل كمية كبيرة من الرز. الآن حنعمل كمية كبيرة من رز برياني. كل صراحة أول مرة أعمل رز برياني في حياتي. على ما أظن عندي المكونات اللي احتاجها. هنحط الزيت مع شوية بصل، فهنحط الزيت والآن حنحط البصل. بسم الله. وحنحط شوية بهارات. حطيت شوية كاري. لا. وعندنا بهارات هنا خاصة للبرياني. والآن نحط الرز. حطه شوية شوية عشان ممكن اخلطه مع بعض. والان احط المي. حطيت عليه المي وحاولت اخلطه كويس، وبعد كده حطيته على النار. اخذ تقريبا 40 دقيقة عشان الرز ينطبخ. فأخذت وعاء كبير وسكبت فيه كل الرز. بعد 24 ساعة خرجت الدجاج من الثلاجة. Oh my god! واو! آخر حاجة لازم نسويها هو نحطه في الفرن. يلا بينا. وغايز أخذ فترة طويلة جدا جدا عشان ينطبخ. أخذ 6 ساعات عشان ينطبخ. اوكي خلوني اوريكم النتيجة. هنا عندنا دجاج بالحجم الطبيعي، وهنا عندنا اكبر دجاج في العالم صنع في المنزل. واحد او اثنين، لا 3 قطع دجاج عملاق، وكمان حطينا شوية رز برياني عشان ما يكون بس دجاج. خليت اول واحد وثاني واحد في الفرن لمدة 6 ساعات، ولكن ثالث واحد خليته لمدة 7 ساعات و انطبخت شوية زيادة عن اللزوم، بس بالنهاية طلع شكله حلو. وهذه هي أكبر قطع دجاج أنا شفتها في حياتي. كان ممكن أحطها على الزيت وأقلي الدجاج عشان أعمل أكبر دجاج مقلي في العالم، لكن قررت أنه أحطها بالفرن عشان كنت فاكرة أنه حيكون أسرع وحينطبخ أحسن لو حطيته بالفرن. بس جايز أخذ 6 ساعات في الفرن عشان قطعة واحدة تنطبخ. خلونا الآن نشوف مع بعض كم وزن قطعة واحدة ونقيس الطول. وزنه مع الرز 30 كيلو. مش مصدقة ان انا ماسكة قطعة دجاجة في يدي، ثقيل جدا على فكرة. اوكي خلونا نشوف وزن قطعة الدجاجة لوحدها. وطلع وزنه 6 كيلوغرام وطوله تقريبا 20 سنتيمتر. وطعمه متوتر اجربه لان انا مش طباخة، بحس انه يمكن طعمه مش هيكون حلو. انا فخورة جدا جدا بالحجم، بس الطعم مش عارفة لو هيطلع حلو. بسم الله. لا طعم حلو والله، طعم حلو. 5 minutes later. مش حكذب عليكم، لو زودت الملح كان حيكون احلى، بس لا بس اعطيه 7 من 10. اوكي جايز اكتبوا لي تحت في التعليقات لو هذه هي اكبر قطعة دجاجة انتم شفتوها ولا لا، وكمان اكتبوا لي اي افكار حابين اعملها في الفيديو الجاي. اوكي جايز كده وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة، peace out.